ينضم إلينا من سان بيترسبرغ الدكتور مسلم شعيتو، رئيس مركز الحوار الروسي العربي. أهلا بك معنا دوما عبر شاشة الغد. دكتور مسلم، بداية، هل هذا الهجوم الأوكراني الكبير الذي نشهده يعتبر بداية الهجوم المضاد بالنسبة لروسيا، خاصة أنه يأتي بعد تصريحات زيلينسكي أن بلاده باتت مستعدة لهذا الهجوم؟ صباح الخير إليك وللمستمعين والمشاهدين. قد يكون بداية لهجوم كانت تتوعد به وما زالت أوكرانيا، خاصة وأنه يجب أن يتم قبل اجتماع حلف الناتو لتقديم أوراق الاعتماد التي تسعى إليها أوكرانيا والحصول على أسلحة ومساعدات جديدة. نعم، الهجوم في منطقة دانييسك أو جنوب ما يسمى دانييسك، المنطقة الخامسة العسكرية، كان هجوما واسعا وكبيرا باستعمال كل الوحدات العسكرية الأوكرانية المدرعة والمشاة والمحمول منها، لكن هذا الهجوم لم يؤدي أي نتيجة، بالعكس تماما تعرض، وكما كنا نتوقع، أنه هجوم انتحاري يؤدي إلى خسائر كبيرة في المعدات وفي العديد من القوات الأوكرانية. لكنهم أيضا هاجموا في منطقة زاباروجيا، وقامت القوات الروسية بمحاولة تطويقهم حيث أعطتهم أحد النقاط، ومن ثم بدأ القصف، رد الفعل بالقصف عليهم، اضطرهم إلى التمركز مجددا في قواعدهم السابقة. وأيضا حصل محاولة اختراق عبر الحدود الروسية الأوكرانية في منطقة بلغراد، وتقدمت مجموعات تسمي نفسها معارضة روسية من حزب التحرير الروسي أو الحزب الاستقلال الروسي، وقاموا بمحاولة السيطرة على مراكز عسكرية، ومن ثم انسحبوا من تلك المنطقة. طيب، لماذا تلتزم كييف الصمت؟ لماذا لم تعلق على هذا الهجوم؟ حكما لا تستطيع التعليق إذا لم ينجح الهجوم، فهي قد تضعه في مرتبة أنها ما زالت تحاول استكشاف مناطق الضعف في القوات الروسية، وتضعه في هذه الخانة أننا نحن لم نبدأ هجومنا لكن نحاول عمليات الاستطلاع التي نمارسها، نتيجة لهذه الخسارة الكبيرة البشرية، والتي نتوقعها دائما أنهم سيقومون بهجوم أيضا أوسع من ذلك، وخاصة في منطقة زاباروجيا، لأن هذا هو الهدف الاستراتيجي، هي فصل القوات الروسية عن بعضها، وبالتالي فصل منطقة القرم وخرسون عن روسيا وعن الأراضي الأخرى. يعني برأيكم كانت تعتبر أوكرانيا أنه في حال نجح هذا الهجوم ستعلن بداية العملية المضادة، وفي حال لم ينجح ستلتزم الصمت كما حصل هنا. دعني أسألك دكتور مسلم، يعني لطالما هددت روسيا الغرب بأنه أي صواريخ ستطال أراضيها، أي تعرض لأراضيها سيقابل برد كبير وحاسم، ما موقف موسكو اليوم؟ يعني حتى الآن قواعد الاشتباك واللعبة العسكرية في أوكرانيا ما زالت في يد روسيا. روسيا لجأت إلى أسلوب الدفاع الإيجابي، أي التقدم البطيء عند الكثير من الجبهات، حاليا تحقق هذا الهدف بشكل واضح تماما، وأنتم تلاحظون تم تحرير عدة مدن ومناطق سكانية وأراضٍ على الحدود، وخاصة في منطقة دانييسك التي هي أغلب المناطق ما زالت محتلة في هذه القطعة، ومن منطقة دنباس كما نسميها نحن. وبالتالي روسيا لن تلجأ إلى ردود انفعالية ومتسرعة طالما أن الأمور تسير كما هي تخطط. نعم، هناك خسائر، هناك اعتداءات على المدنيين، هناك قصف لمناطق بعيدة عن الاشتباكات كما في بلغراد، أو حتى طائرات مسيرة وصولا إلى مدن ومنها موسكو. هذا كله لا يعني في الخريطة العسكرية استراتيجية أي تغييرات أساسية، لكنه ينعكس سلبا على الرأي العام أو على الوضع السياسي. هذا روسيا تخططه نتيجة كما أنتم تلاحظون، يعني الشعب الروسي يؤيد القيادة ويطلب منها الحسم أكثر مما هي كيف تتعامل بالدبلوماسية وبليونة مع القوات الأوكرانية أو مع الغرب الذي يتدخل مباشرة، لكن حتى الآن لا أعتقد أنه سيكون هناك رد فعل
استثنائي أو انفعالي أو متسرع. ولكن هل ستبقى موسكو على هذا الموقف مع وصول وبعد وصول الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا التي سيمدها بها الغرب؟ يعني حتى الآن أغلب الأسلحة التي وصلت استطاعت روسيا بتقنياتها التعامل معها وإفشال أهدافها، كما هي صواريخ البريطانية ستروم، وكما هو الهايرمز الأمريكي، والكثير من الأسلحة التي يمكن أن تصل حتى الآن لم تؤدي مهمتها كما كانت تطمح القوات أو تطمح حلف الناتو. حتى القذائف المخضبة بالأورانيوم تم تفجيرها في مستودعاتها، وأيضا الطائرات المسيرة أصبحت فعلا شبه فاشلة إلا إذا تعرضت لمناطق مدنية، لكنها لم تستطع منذ أكثر من شهر الوصول إلى مراكز عسكرية أو إلى القيادات العسكرية كما كانوا يفعلون سابقا في بداية الحرب. طيب، هل من دلالات لهذا الهجوم الأوكراني الكبير الذي شهدناه حول الاستراتيجية التي ستعتمد في الهجوم المضاد، وكيف تتحضر موسكو بدورها أيضا لهذا الهجوم المضاد؟ هل من استراتيجيات معينة تتخذها في هذه الأثناء؟ يعني هذا هجوما كما قلت سابقا كبيرا واسعا من أجل تحقيق خرق في منطقة جنوب دنيسك لم يحصل، حكم روسيا تنتظر الهجمات الأخرى لكي ينهك الجيش الأوكراني. وأعتقد وليست معلومة، أعتقد أنهم سيقومون بهجوم مضاد بعد ذلك يؤدي إلى إعادة كل مناطق الدنباس، وهذا ما تطمح إليه روسيا. وأعتقد أن الأمور تسير في هذا الاتجاه، لأن الإنهاك الذي يعاني منه الجيش الأوكراني سيبدو واضحا على الجبهة بعد الهجومات التي سيقوم بها أو واضح. الهجومات الانتحارية. طيب، دعني أسألك عن المناورات البحرية الروسية في المحيط الهادئ، ما الهدف منها في هذا التوقيت وما حجم هذه المناورات؟ يعني حجمها أعتقد ليست تقليدية، حجما كبيرا، كما أعلن الرئيس بوتين مباشرة البارحة عن هذه المناورات في تلك المناطق. وأنتم تعرفون هناك توتر متصاعد جدا تقوم به الولايات المتحدة من خلال حشودها مقابل بحر الصين الجنوبي وتواجدها في الكثير من المناطق، منها الفلبين حيث حصلت على 4 قواعد أخرى، و أيضا تعد كوريا الجنوبية بأنها سترسل إليها طائرات ويمكن أن تنصب هناك أسلحة نووية، بالإضافة إلى انتقال القوات اليابانية إلى أكثر استعدادا للمشاركات العسكرية عكس ما هو في عقيدتها. وبالتالي روسيا لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي في تلك المنطقة التي تحازيها أيضا هذه الشواطئ. وبالتالي أيضا نحن نعرف بين روسيا والصين هناك الكثير من التنسيق والتعاون، وكانت هناك مناورات مشتركة بحرية صح. وعسكرية وجوية هناك. إذن هذه رسالة للغرب الذي يقوم بهذه الأعمال هناك، ليعرف أن روسيا جزء من هذه المنطقة ويعنيها ما يحصل في هذا المحيط. وبالتالي هذه المناورة أعتقد قد تكون جزء من الردع الذي قد يلجم الولايات المتحدة والناتو من التصرفات الهوجاء في تلك المنطقة.